ايه الافرنت اللي بتشيل الحاجات دي؟ سمناها مين ومين؟ الجلدة والسيل. الريسبتور بتاع كل سنسيشن هنا كنا قلنا مين؟ فري نيرف انر. فري نيرف انر هي اللي واخده كل السنسيشن دي. خلاص؟ قلنا السبايو سلامت ده عباره عن فيترا ولاترا. الفيترا اللي بيشيل مين؟ الكروت تاتش والكروت بريشر والانشنج والتكنيك. تمام؟ اللاترا اللي هيشيل مين؟ الفيترا والبين. والبين رجعنا قسمناه لسلو وفاست. الفاست مين؟ نيو سبايو سلامت. والسلو البريو سبايو سلامت. الفيرست اوردر نيورون بتاع السبايو سلامت مين؟ الثيرد اوردر نيورون بتاع السبايو سلامت مين؟ هيعدي من الانترنال كابسول. هيعدي فين؟ البوستيريور ليمت. البوستيريور ليمت. تمام؟ الكروسنج بقى بتاع البايو سلامت هيحصل فين؟ على الدوري البنفورد. ايه بقى الحته اسمها ايه؟ ما احنا هننزل قلنا المكان يا اما لامينا 1 و5 يا اما لامينا 2 و3 اللي اسمها ايه؟ ال اس جي ار. خلاص؟ وشاطرينه. طب لما هيعدي في البرين ستيم هيبقى اسمه ايه؟ لاترال لمينستر. تمام؟ حد مش فاهم حاجه؟ هيدخل الفيرست اوردر نيرون هو البوستيريور روت جنبي. هيطلع هيمشي في السباينال كولر. تمام؟ اللاترال سباينال سلامت هيمشي كده في اللاترال كولر. تمام؟ والفنترال في الفنترال كولر. هيكمل اسمه سباينال سلامت. ليه سباينال سلامت؟ عشان ماشي في السباينال هيوصل للسلامت. عشان قلنا السنسيشن بتاع السباينال سلامت ده اسمها ايه؟ روت سنسيشن. حاجات مبهمه. ليه مبهمه؟ لان اغلبها ما بتوصلش فوق. البرسبشن بتاعها يبقى عند السمع. فهي تحس لكن ما تعرفش بقى قوي تقول لك كولايت ولا لا، الديسكريميشن بتاعها حلو ولا لا، الانتنسيتي. وهي اغلب السنسيشن دي كده. تمام؟ هتكمل بعد كده. يبقى الكروسنج اهم حاجه على الباينال كورد. لامينا 1 و5 او لامينا 2 و3. لامينا 2 و3 اسمها ايه؟ سي جي. تمام. هتكمل في البرين ستيم اسمه ايه؟ السلامس. عندنا برضو هنا حاجتين، يا اما البيبلنت بتاعتنا اللي واخده كل السنسيشن، يا اما هنزود حاجه كده بتاع السلو ويف اسمها ايه؟ نون سبيسيفيك نيوكليار. نون سبيسيفيك نيوكليار. يبقى الاس جي ار والنون سبيسيفيك نيوكليار بتوع مين؟ السلو ويف اللي هو اسمه ايه الباسوي بتاعه؟ باليو سباينو سلامت. يبقى الباليو سباينو سلامت بتاع مين؟ السلو ويف. السلو ويف ده السكند اوردر نيرون على الباينال كورد في انهي مكان؟ انهي لامينا؟ اس جي ار. هيروح للثالاموس. هيروح عند مين بالظبط؟ نون سبيسيفيك نيوكليوي. وفي معلومه عن البديل سبينو سيراميك ده ان هو طالع ما بيمشيش كده، لا ده عمال يوزع برانشات على كل حاجه، عشان كده لما يوصل للثالاموس 90% منه خلص، مش هيتبقى الا 10% بس. هيروح فين؟ على كل الكورتكس مش السنسوري كورتكس بس. ده الحاجات بتاع البديل سبينو سيراميك. يبقى البديل سبينو سيراميك ده بتاع مين؟ قول وريني وريني بقى ايه في التليفون. قول انت بقى، انت او حتى لو حاجه الفوت بينه بيجي يعيط والكلام ده كله. بيبقى الاروزر دي اللي موجوده في انا جبت لكم التراك اللي عندكم في الكتاب دي، معناها ان العيان صاحي مش عارف ينام. خلاص؟ يبقى البرسبشن بتاع الباليو بيبقى اخره فين؟ الثلمس والريتيكولار فورميشن. تمام؟ حد مش فاهم حاجه؟ بس دي مهمه يا جماعه. الفيرست اوردر نيورون بتاع السباينو سلامت كله مين؟ السكند اوردر نيورون على مستوى ايه؟ سباينال كورد. قلنا حاجتين 1 و5 والثانيه مين؟ اللي اسمها ايه؟ بتاع انهي بصوي؟ باليه سباينو سلامت. الثيرد اوردر نيورون فين؟ في السلامت. البيفلنت بتاع مين؟ النيو سباينو سلامت. والفنترال سباينو سلامت طبعا. خلاص؟ التانية بقى اللي هي بتاع السلوبين اسمها ايه؟ نون سبيسيفيك. خلاص؟ والباليه في معلومة ان هو بيخلط برانشاته وهو ماشي لحد ما يبقى 10% بس بيروح لكل الكورتكس. خلاص؟ تمام؟ فايبر ايه اللي نازل عليه كده؟ خلاص؟ الكروت تاتش بقى الديفينيشن بتاعته ايه؟ تاتش كله كاريزيو انتنس. خلاص؟ احنا قلنا الكروت تاتش دي حاجة غير محددة. السيستم قلنا الريسبتور بتاع السباينو سلامت كله هنقول مين؟ الفري نيرف انت. بس هنزود على الكروت تاتش دي هنقول ايه؟ حاجه معانا هير انت فوليكل اللي هي في ريسبتور على الهيئات بتاعت الهير فوليكل بتاعتنا. معنى كده المنطقه الهيري هي اللي فيها مور ريسبتور
ولا النون هيري؟ خلاص ليه بقى؟ عشان فيها هيري الفرج الاصفر. الاسمنت بتاعنا هيبقى مين؟ قلنا الجروب تاتش هيشيل على ايه؟ اي تلتا. هنعيد تاني التاتش، الحاجات بتاع التاتش المتبقيه من الميكانو سيكتر، جروب تاتش وجيتش موتيف، مين الاهم؟ الجروب تاتش هتتشال على الاسرع اللي هي مين؟ اي تلتا. يبقى الاتش الموتيفلنج على مين؟ على سي. التمبريتشر قلنا مين الاهم؟ هيتشال على ايه؟ على الاي تلتا. والورم هيتشال على السي وعلى الورم على السي بس. خلاص؟ تاني حاجة الفاست والفلوبين من الاسم كده، الفاست بينها هتشال على مين؟ على ايه دلتا. فاست فاست يبقى ايه دلتا، الفلوب على دي. خلاص؟ ماشي. يبقى الاسم ايه دلتا؟ الباث وي فينترال سباين سيراميك تمام؟ هاتوا قدام البيت والحتة اللي تحت دي بتاع دي كده هتعجبكم. قطنة قطنة كبيرة اهو زي اللي كنت بتسألي على القطنة التانية الوردانة دي، قطنة قد كده، دي حاجه كبيره هيجيبها لك. قلنا لما السنسيشن بتاعه ايه اللي هيبقى اسمها ايه؟ هايبر سيتي. لما يزيد لدرجه انه ممكن يبقى بين فور اوريتيت اللي هيبقى اسمه هايبر قلنا التكنين دي لو ايه؟ لو حشره ماشيه صح؟ قال لك زي اللوكال اللي بيجي في الكاركتر سيموليشن، الاتشنج دي ايه؟ حساسيه طلعت سبستانس هي اللي هتشغل الريسبتور تمام؟ زي الهستامين والطيب. الريسبتور بتاعهم مين؟ قلنا المعلومه المهمه اللي لازم نعرفها ان الكولد اهم من الورم. خلاص؟ الريسبتور بقى هنقول مثلا الريسبتور الثيرمال ده طبعا مهم جدا كل حاجه فيه. هيقول لك الريسبتور هتقول وورم وكولد ريسبتور ولازم تقول فري نيرفين، تقول الاثنين تمام؟ الاسم بتاع قلنا بقى الكولد اهم هيتشال على مين؟ والسي برضه عشان هو مهم. الورم هيتشال على السي بس. خلاص؟ الباث واي احنا دخلنا الثيرمال، قلنا الفنترال ده الفلوت تاتش واتش وبوتيريان تمام؟ اللاترال هيشيل مين؟ الثيرمال والبيبي تمام؟ التست بقى هنتست بايه؟ لازم الارقام دي تحفظوها عشان ممكن يقول لك بالتست تمبريتشر بايز ب 3 تيست تيوب 5 و25 و40، 5 ده الكولد و25 ده درجه حراره الغرفه العاديه وال 40 الورم. خلاص؟ هي الصوره دي ممكن تيجي؟ اول صوره دي برضو اشهر. خلاص؟ التايبس بقى بتاع الريسبتور، الريسبتور ده نعرف التايبس ونعرف الكاركتر بتاعتها الميكانيزم حاجات كده على السريع. التايبس في انترنال وفي اكسترنال، اكسترنال عباره عن مين؟ الكولد قلنا في كولد ريسبتور، في كولد بين، في ورم وفي ورم بين. الرينجات دي تحفظوها. الكيرف ده ممكن يجي ممكن مش مشهور قوي بس ممكن يعني اشهر حاجه هتتسال عليها اللي هو تقول لك الرينجات وانتوا طبعا لازم تبقوا حافظينها. خلاص؟ والماكسيمم بتاع كل حاجه كام؟ وهيقول لك مثلا الحته دي اللي هي بتتقطع فيها الكولد بالورم اسمها ايه؟ هي من 30 ل 40 دي اسمها نيوترال بيريود اللي هو حاجه متعدده، الريسبتور دي قد دي فالبني ادم بيحس بدرجه حراره عاديه ولا كولد ولا ورم. خلاص؟ الكاركتر بتاع السيرفر ريسبتور ده سؤال، ده سؤال بيجي تمام؟ ايه بقى؟ احنا قلنا سمول ريسبتور وايد سيبريتد عشان كده في الاكزامينشن قلت ما ينفعش احط التست تيوب كده، لازم تاخد مساحه كبيره خلاص عشان الريسبتور متنطوره بعيد عن بعض، فلازم مساحه كبيره عشان اعرف اقيس في الثيرمال ريسبتور. خلاص؟ كولد ريسبتور احنا قلنا كولد اهم، ليه بقى اهم؟ عشان هو عدد اكبر، مور سوبرفيشال في السكين موجود اكتر فوق، ادابت مور سلولي دي هقول لك المعلومه دي دلوقتي، وان هو بيتشال على ايه دلتا. السؤال بقى الاهم هيقول لك الثيرمال ريسبتور او التمبريتشر ريسبتور الاثنين لما يقول الكلمه مجمعه بقى ايه؟ مودريت بط الكولد سنسيشن ادابت مور سلولي. ليه؟ لان الكولد سنسيشن اهم فما ينفعش يحصل له ادابتشن على طول كده. خلاص يبقى المعلومه دي مهمه جدا، يبقى الاثنين مع بعض ايه؟ مودريت الكولد مور سلولي. خلاص؟ الديستريبيوشن بتاعه اكتر مكان فيها الثيرمال ريسبتور اللبس وبعد كده الفلتر وبعد كده الرئه الجلديه. والمعلومه اللي تحت دي مهمه جدا 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 ان الثيرمال ريسبتور دي الموجوده عندنا في سب كيتينس تيشو بتحس بدرجه الحراره ايه؟ الهواء كده الانفايرمنتال ولا لا؟ لا مش الدرجه دي، لازم الدرجه تبقى جامده لدرجه ما ان هي تاثر على السكن وتاثر على السب كيتينس تيشو فهي هتحس بدرجه حراره السب كيتينس تيشو. وضربنا مثال عليها قبل كده قلنا لو حد نزف بيبليد فانت طبيعي الجسم هيبتدي يعمل ايه؟ فازو كونستريكشن.
خلاص عشان يقفل شويه. فاحنا هنحس بايه؟ الفازو كونستريكشن كولد كولد سنسيشن خلاص. وانت الجو حر بس هتمسك ايده هتلاقيها تلج. الحاجه الثانيه العكس، الناس بره في الجو البارد وما اعرفش ايه والكلام ده كله بيجيبوا الحتت البارده دي، الحتت البارده جامد دي بيعملوا ايه؟ الكحول بقى والحاجات دي عشان يدفوا. بيدفوا ازاي؟ الكحول ده بيعمل ايه؟ بيعمل فازو دايليتيشن خلاص. فالفازو دايليتيشن ده هيخليه يحس بالورم بس الجو حواليه ايه؟ تلج خلاص. الميكانيزم بتاع السيميليشن هو التغيير في الميتابولايت الكونسنتريشن التمبريت ايه؟ جاهزين مع بعض عشان السؤالين دول برضو مهم جدا. هيقول لك ازاي بيحصل لها ستيميوليشن عن طريق التشينج في الميتابولايت تمام. السؤال ده مهم جدا جدا برضو. التمبريتشر سنسيشن بتعتمد على ايه؟ قلنا الاوريجينال سكيل والريت والسيف اكسبوز. هندخل على البين بقى. البين اخر حاجه معانا. البين ده قلنا ده عباره عن ايه؟ بتكتب ميكانيزم صح؟ قلنا ان هو تيشو دامج. البين قلنا ده عباره عن تيشو دامج خلاص. قلنا انها الثري شورت بتاع البين بتختلف من شخص لشخص. لا يا سيم لكلنا. اللي بيختلف ايه؟ الرياكشن. هنتكلم على ريسبتور بقى. اهم حاجه ريسبتور اسمها ايه؟ النوسيسس تمام. هنعرف عندنا النيتشر بتاعتها والادابتيشن والتايب والميكانيزم والستيميوليشن والكلام ده. اول حاجه النيتشر هي عباره عن ايه؟ فري نيرفين خلاص. الادابتيشن قلنا البين سلولي ادابتد النون نو ادابتد تمام. التايبس ميكانيكال كيميكال بحاجه اسيد زي السمك وكده. ثيرمال قلنا في كولد بين في ورم بين. البولي مودر بتستجيب لكل الانواع دي. الديستريبيوشن ده مهم جدا جدا. مور فين قلنا في السكين والبريوتيا حاجه دي لس كتير تشو بسره. واهم حاجه ابسنت في مين؟ في بولبول. بولبول او ليبلب دي مهمه جدا تمام. الليفر وبون لانج وبرين خلاص. الميكانيزم قلنا ان هو بيطلع التيشو دامج ده يخلي السيل تفرقع هتطلع الميدياتور من جوه هي اللي هتشغل الريسبت. التايبس بتاع البين بقى قلنا الاورجن او الكواليتي. الاورجن ده اللي هو من السكين هيبقى اسمه ايه؟ الديب تيشو زي المصل والتندر والحاجات دي تبقى ديب بين. من البسره بسره بين. من النيرف نيوروباثيك هيسمع في مكان تاني. الاوريجن الكواليتي فاست بين وسلو بين. المقارنه دي مهمه جدا 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 فاست وسلو خلاص. قلنا عشان نعرف الايتم في الموضوع عشان نقول اول حاجه الايه الكاركتر بتاعتها اللي هي مين؟ الكونستيتيوشن والكاركتر والكولايزيشن خلاص. بعد كده هنمسك الايه؟ الباث واي عشان نعرف نقارن كل حاجه. الباث واي من اوله ايه؟ اوله ريسبتور صح؟ وافرنت. والافرنت ده هيحصل له بلوك ازاي؟ هيطلع النيورو ترانسميتر مين؟ الباثواي ماشي في ايه؟ البرسبشن خلاص؟ اخر حاجه هنتكلم فيها ايه؟ الرياكشن. الموتور ريفلكس، الاوتونوميك ريفلكس، والايموشن ريفلكس. يبقى كده قسمناهم ل 3 بوينت عشان نفتكر المقارنه تمام؟ عشان كل دي مهمه جدا ممكن تيجي. هقولها جملها بقى الفاست بين الاورث بتاعه على طول اميديت خلاص. احنا قلنا حد اتعور في صباعه ووقتها كده هنصوت اي حصل حاجه خلاص. بعديها بشويه هنلاقي بقى صباعي كله وجعني، ايديا كلها وجعاني. ان في الفاست بيت في الاول الشبكه اللي حصلت في الاول دي انا عارف مكان الشبكه وهقول لك ده شارب او ده بريكنج. ايوه الشبكه اللي حصلت دي الاول فاست تمام. بعد كده هتقلب بسلو. ازاي هتقلب بسلو؟ ان انا بعد كده ايديا كلها وجعاني. هتقول لي مثلا حدد لي الوجع فين؟ لا انا في وجع في ايديا كلها. طب شكله ايه؟ لا هو ضل ايه؟ قلنا حاجه مبهمه خلاص. يبقى اول حاجه الفاست بين اميديتلي او الفيرست بين في اسامي كتير او فاست بين 1/10. السلو بين اللي بيجي بعد كده ويكمل معانا ديوريشن شورت. وده لون اللي بيقعد الفقر اللي بيكمل معانا مين؟ السلو بين. الكاركتر قلنا ده شارب وبريكنج يعني شبكه. السلو بين قلنا دار ايجنج وبيرنج وثروبنج. طبعا عارفين خلاص الكلمات دي معناها ايه؟ حد مش عارف؟ اللوكاليزيشن الفاست بين انا عارف قول كويس. لكن السلو بين الحاجات من البسره كده مش عارف اقول. انا اقول كبدي وجعني يا دكتوره ما اعرفش مش عارفه ايه مش هيعرف. طحالي الجنب ده مش عارفه طحالي هيموتني طول الليل ما نمتش. هيعرف يقول كده؟ لا. بعدين هنمسك الباثوي الريسبتور بتاعه
الفص بين قلنا اكتر حاجه بيجي منها من السكن، يبقى الحاجات اللي عايزين اكتر مين ميكانيكال وسيرفر، لكن كل السيستم موجوده جوه عادي في الفتره كل حاجه تمام. في الديب ديش والكلام ده كله، فهتبقى السلوبين لكل التايبس خلاص. الافرنت في الفص قلنا هيشتغل على مين؟ دي دلتا. السلو دي الاس بسلوبين بالسي فايبرز بالسب ستانسبيد، ده الترانسميتر اللي بتطلعه بالاس جي ار، جمعوا السات كتير كده هتلاقوها في السلوب ايه عشان ما تنسوش خلاص. الترانسميتر هيطلع مين؟ الجلوتامين. السلوب ايه للسب ستانسبيد، انتوا عارفين الترانسميتر ده هيطلع فين؟ في السينابس، النقله بتاعت الحاجات دي خلاص. الباثوي الفاست نيوز باي سيرابيد، السلوب الباليه والباليه البين بيرسبشن قلنا الفاست ده واللي فرايز يبقى هيطلع فين؟ للكورتس. لكن السلو ده حاجه فيك هيبقى اخرها فين؟ السلوكس والريفلكس. لوك ذا باي قلنا النيرف التخين هو اللي هعرف اقفل، هو اللي يبقى عايز نيوترينت واكسجين وحاجات كتير ولا رفيع؟ تخين صح؟ فانا ده لما اقفل عنه واشيل عنه الاكسجين او اضغط عليه واشيل عنه البلاد سبلاي هيقف ولا مش هيقف؟ يبقى هو الايه ده اللي ضعف. لكن الصغير خالص بقى السي فايبر ده عايز ايه عشان اعرف اوقفه؟ احقنه بحاجه توقفه خلاص. فهمتوا الحته دي ليه؟ بعد كده الرياكشن بقى الموتور ريفلكس اللي قلنا في السكيب، من لو ماسكه حاجه كده حاجه سخنه هعمل ايه؟ على طول بسرعة. لكن الاسلوبين لو في فيسر او حاجه تعبانه اللي هيحصل؟ ريفلكس في الابدومين. جاردنج يعني ايه؟ اوفر تونيا الاوفر لاينج ماسل خلاص. الاوتونوميك قلنا الشك او الحاجه اللي في الاول دي بيبقى ايه العيان بيصوت ما اعرفش ايه، فبالتالي ضغطه هيعلى والهارت ريت بتاعه هيعلى. التاني لا الحاجات كلها هتقل ويبقى معاه ديبريشن خلاص. المقارنه دي مهمه كله تمام. كل حاجه بقى الفاست بين بالاي دلتا، نجمع بقى مع بعض الحته دي بسرعه. الفاست بين مع مين؟ مع الاي دلتا. فيرست اوردر نيورون مين؟ قول ورايا بسرعه. السكند اوردر نيورون لامينا كام؟ 1 و5. هيكمل مع مين؟ مع نيف باين سلام. الثيرد اوردر نيورون هيروح لمين؟ الاستومات سنسوري كورتكس. ليه؟ عشان هو ويل لوكالايز. الاسلوب ايه؟ هيسال على ايه؟ على السيكوال. السكند اوردر نيورون لامينا كام؟ 2 و3. اسمها ايه؟ هيروح للنيوكلس اسمها ايه؟ لامينا الالمان سبيسيفيك. هيروح لكل بعد كده كل الكورتكس ال 10% اللي اتبقوا منه. حد مش فاهم حاجه؟ قلنا البريق هو طالع بيدي شويه برانشات كده هنديله هو بيطلع عشان يعمل الريفلكس، الهايبو ثلبس عشان يعمل اوتونوميك رياكشن، الليمبك عشان يعمل ايموشن، الريتيكولار ده عشان العيان يفضل صافي. لو جه دي كده هتبقى الامتحان هتقول ايه؟ كيوتينيوس بين. هو كده ده اهو ماسك الدبوس في ايده يبقى بيتست مين؟ البين. كده بيتست الايه؟ كيوتينيوس. التست ده اسمه ايه؟ بين بريك. دبوس شكل دبوس بين بريك تست. ممكن يقول لك التست ده اسمه ايه؟ بيت بريكفاست تمام؟ بيتست ايه هنا؟ كيفين يا سبين؟ او حاجه زي كده ايه؟ بين بريك بين بريك. مش كنت بقول فيه شرب او بريكنج بين؟ هي نفس الكلمه بين بريك. الكيوتين يا سبين ده بين كل الديفينيشن ده ثابت لكل البين. بين ديو تو ستيميوليت ان بين ريسبتور في السكين خلاص؟ فاست بريكنج الاول بعد كده سلو بريك. ليه اللوكالايز؟ عشان نزلته كتير بيشتغل على ايه دلتا عشان هو فاست بين ويروح للكورتس، وعشان انا شايف مش انا مطبش انا شايف الجرح اللي حصل في ايدي تمام. الحاجات دي اللي هو الابهار كيميا او الديجيز كيميا تمام. الديب بين ده بين بسبب ستيميليتنج بين ريسبتور في الديب تيشو زي مين بقى؟ الماسل والجوينت كده. هو سلو بين خلاص بيكونكت بالسي الكاركتر بتاعته 3 دي ديفيوز تضل ايه، ودي نفس الكاركتر بتاع الفيترال بين خلاص. الكوز قلنا انفلاميشن او فراكشر تروما او مصر اسكيميا. اهم حاجه مصر اسكيميا. في الهارت هتعمل ايه؟ انجينا. في الليج هتعمل ايه؟ انترميتنت كلوتيكيشن خلاص. الفيترال بين بقى بين بسبب سلميتنج بين ريسبتور فين؟ في الانترنال. ممكن يوصل للبريتوريا من البلورا والبريبا اللي هي الكفرنج بتاعت الفيسرا. هتعمل لنا لما توصل للكفرنج ده هتعمل لنا معاها ايه؟ فاست بين. بيقول لك نص فيسترا كورتين اونلي بين اغلب الفيسترا ما فيهاش الا بين ريسبتور بس.
تمام؟ عشان كده وفي حاجه ثانيه بقول لك لو قطعت البسره قط كده مش هتحس بحاجه عشان الريسبتور متنطوره بعيد فممكن القطعه دي مش هتنقط اي ريسبتور خالص لازم عشان يحس بيه يبقى ايه ديفيوز مشكله كبيره انفلاميشن خلاص؟ دي بقى الحاجات دي مهمه جدا الجزء الترابطه بتاع البسره البين مهمه جدا وهتيجي في الامتحان اكيد الجزء قلنا 3 ايز والتنشن والاستاس والترابطه قلنا 3 دي مع الريجنتي والفيلم خلاص يبقى 3 ايز و3 دي تمام قلنا ده النيوروباث البين ده برضه ممكن يجي في الامتحان دي حاجات بتاع الدايابيتس خلاص البريفرال نيوروباثي ده المين غير الاصغر اللي على الجنب ده اسمها ايه؟ لما تبقى في الفيس ترانجيمينال نيورالجيا قلنا ترانجيمينال لما بيتضرب يبقى في بين جامد في الفيس اللي ورا دي قلنا السياتيكا تمام فرق الناس بتاع يبقى هو كرونيك بين بسبب باثولوجيكال تشينج في النيرف فايبر تمام الترابطه بتاعته ايه بقى اللي قلت لك بحس بالكهرباء او حاجه جامد او حاجه بتحرق جامد خلاص الاكزامبل بتاعته هيقول لك اكزامبل عن نيوراس بين النيورو بس بين الاكزامبل دي مهمه الاربعه دول احفظوهم خلاص ريفيرد بين بقى اخر حاجه قلنا بين فيلت اوي من الاوريجينال سايت صح؟ او مش بنحسه عن الديزيز بس بنحسه في مكان تاني قلنا الدرماتوم اخر حاجه وهمشي الدرماتوم ده اللي هو ايه سبيسيفيك سكين سبلاي سبيسيفيك نيرف خلاص؟ الاكزامبل دي مهمه جدا هو ريفيرد بين كله مهم الاكزامبل بتاعته ايه؟ قلنا الكارديك هيحسه فين؟ البول بلادر فين؟ الرايت شوكر الكدني او البنكرياس فين؟ الامندكس هتتحط الاول اراوند الامبيريكس وبعد كده هتديفيد للرايت ايه الميكانيزم بتاع الفيلد بيت الكونفرجن والفاسيليتيشن خلاص وتعرفوا طبعا الاسامي كده ممكن تطلب الميكانيزم اسمين وممكن تطلب شرح معاك فانتوا لازم تعرفوا ايه